من الإشكاليات البارزة في النقل العمومي في صفاقس نقص العتاد والأسطول والتجهيزات، إلى جانب تذمر المهنيين وأصحاب القطاع من التهميش والضغط المسلط عليهم جراء نقص في الحافلات. كيران ما ثماش فمشي يخلق ضغط على علينا المواطنين مطيشين في الكيسات بلاد مهمشة. توفير الأسطول والعتاد لنقل أبناء شعبنا في أحسن الظروف، ما عندنا حتى مطلب آخر، هذا المطلب الأساسي الأوحد الوحيد. إلى جانب النقص الفادح في الأسطول والتجهيزات في قطاع النقل العمومي بصفاقس، يشكو السائقون والمهنيون المباشرون سوء البنية التحتية وضعف الطرقات، كما يعانون العنف المسلط عليهم من قبل المواطنين في صورة تأخير الحافلة أو غيابها. المواطن كيف يطلع في الكار شكون مش يلقى قدامه؟ القابض والسائق اللي هو يمثل المؤسسة. مش يجيه الكار مخر، وانا مانيش باش نبرر العنف لانه هو في نفس الوقت عنده حق انه كيف ما انت يحتاج. الكار ما تجيهوش ولا تجيه رتار، يحب يوصل للسي نتاعو، يحب يمشي للمقر العمل نتاعو، وهذا الكليكا معناتها الاسباب الرئيسيه انه عدم توفير العتاد اللازم. وقطاع غيار مفقوده، انا لو كان ندخل تويكا للبارك نتاع الصيانه تو تشوفوا الحافلات اللي هي عندها معناتها مده طويله وماهيش قاعده معناتها تتصلح. نحب نتسائل سؤال بسيط، هل أن الحكومة هذه مش تعمل على دعم القطاع العمومي ركائز نتاعو الأساسية اللي هو النقل والتعليم والصحة؟ خاصة احنا بلاد نقل، هل أن الحكومة هذه مش تعمل على دعمه من ناحية اللوجستية ودعم العتاد ومن الأعوان، ولا مش تحاول توصف في نفس السياسة نتاع بن علي اللي هي التهميش؟ حافلات راسية في المستودع لأجل الصيانة العلاجية بالأساس، فهي تعمل أكثر من المطلوب، وهذا تسبب في تعطبها وخرابها، وبالتالي يتحمل المواطن هذا النقص. لذا تغيب الصيانة الوقائية التي من شأنها أن تحمي الحافلة من الانهيار. فما الصيانة العلاجية اللي هي الوقت اللي يطرأ عطب على الحافلة، دونك تدخل الحافلة للمستودع بالأعلام اللي عند السائق، فما منظومة كاملة هنيكية متكاملة يقع استدعائها، تتعدى للفريق نتاع المراقبة يشوف العطب اللي هو أعلن عليه السائق، فمشي عطب آخر فنفس الشيء معناتها باش يولي بمجوه الإصلاح ويقع معناتها في الوقت تدخل في المنظومه. ولكن عمليه الصيانه الوقائيه موجوده توا؟ الصيانه الوقائيه احنا توا نقوموا فيها في المرحله الدوريه، والوقائيه اللي هي كما معروف من المتعارف بها نقوموا فيها بارسيالمون، معناتها في الضغط نتاع كثره العطاء في الصيانه العلاجيه تقلص، مش ما طنحيناش كومبليتمون اما تقلص شويه العدد هذاك ولا يكتفي على الفريق الصباحي. الشركه الجهويه للنقل بصفاقس تسعى الى اعداد ووضع حيز التنفيذ منظومة السلامة المرورية التي تهدف إلى التحكم في حوادث الطرقات. هو مشروع يسمى مشروع المتوسط للسلامة المرورية، إعداد ووضع حيز التنفيذ منظومة السلامة المرورية بالشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس. نعم، ولكن هذا شنو يعني هدف نتاعو المشروع هذا؟ يهدف أساسا هذا المشروع إلى الحد من تقليص عدد الضحايا حوادث الطرقات إلى 50% سنة 2015. والى الى صفر قتيل ها 2020 ان شاء الله. وعلاش اختاروا يعني سوليتراس انها تكون هي النموذج يعني؟ اختاروا الشركه خاطر هي شركه كبيره حسب الاسطول نتاعها كبير، وبخلاف هي شركه استغلال متنوع حضري، استغلال بين المدن وجهوي، معناتها فما برشا ديليني باش تخدم عليها. مواطنون وسائقون واداريون واصحاب القطاع في النقل العمومي عبر الحافلات بصفاقس يشكون ويتذمرون ويستغيثون وينتظرون تدخلا عاجلا واستعجاليا.